تكثف وزارة الصحة جهودها لتطعيم الفئة العمرية بين 12 و15 عاما، حيث وصلت نسبة تحصين هذه الفئة إلى مستويات قياسية تجاوزت 80% من إجمالي الفئة المستهدفة. من جهة ثانية، تتجه وزارة الصحة إلى تطعيم الأطفال من عمر 5 سنوات فما فوق بلقاح فايزر في حال اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية. التحصين الوطني الموسع لفئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عام وصل إلى مستويات قياسية. نسبة التطعيم عند هذه الفئة تجاوزت 80%. هذا الأمر طبعا يساعد في الوصول إلى المناعة المجتمعية، وأيضا هو سمح لنا بالعودة الآمنة للتعليم الحضوري لتحقيق بيئة آمنة داخل المدارس. لذلك أنا أحث كل من لم يأخذ التطعيم إلى الآن من هالفئة إلى المبادرة بالتسجيل لأخذ اللقاح، حتى يعني نصل إلى المناعة المجتمعية وبإذن الله صفر إصابة. العودة إلى مقاعد الدراسة يساعد على سد فجوة الفاقد التعليمي، كما لها انعكاسات إيجابية على الصحة النفسية والجسدية للطلبة. وجودهم بالمدارس طبعا هو ليس مجرد لتحصيلهم العلمي، ولكن أيضا يساعدهم على نمائهم التطوري والاجتماعي والنفسي، وكذلك أيضا الحرص على يعني تقوية مناعة الطفل عن طريق الأكل الصحي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن، عن طريق الحرص على فترات من النوم والراحة في فترة الليل مناسبة لعمر الطفل. اعتماد لقاح فايزر من عمر 5 سنوات فما فوق من الجهات العالمية المعتمدة من المتوقع خلال شهر نوفمبر المقبل، وفي حال اعتماده سيوفر غطاء كبير من الحماية وخاصة داخل الصفوف الدراسية. طبعا الجرعات راح تكون مختلفة للفئة العمرية من 5 سنين إلى 11 سنة، مختلفة عن جرعة البالغين. لذلك أعتقد أن مسألة اعتماد أو ترخيص استخدام اللقاح هو مسألة وقت لا أكثر. إحنا بانتظار هذا الترخيص على بفارغ الصبر، وبالتالي هذا الأمر راح يساهم الحقيقة في تحقيق يعني أمان لجميع الطلبة. إحنا نعلم في حالة اعتماد راح يكون الطلبة من سن الأول ابتدائي راح يكون يعني مسموح لهم بأخذ التطعيم في هالحالة، وبالتالي اعتقد ان هذا الامر راح يعني يؤدي الى حتى ممكن التخفيف من بعض الاشتراطات الاحترازيه والقيود المفروضه داخل المدارس. بعد اعتماد لقاح فايزر من عمر 5 سنوات فما فوق من هيئه الغذاء والدواء الامريكيه، ستبدا وزاره الصحه مباشره بتطعيم الاطفال لتحصينهم وحمايتهم بهدف الوصول الى مرحله التعافي باسرع وقت ممكن. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.